هذا الاحتجاج وكيف ما شفتوا احتجاج من أجل الكرامة، من أجل التهميش، من أجل الحقرة، من أجل البطالة، من أجل واحد العداد ديال الأشياء اللي كنستحضروها اليوم في هذا الوقفة الاحتجاجية. الأساسي هو أن كيف ما صرحت هو أن والي جهة ما فاتحش حوار، قرارات كتنزل وحادية مجانبة للصواب، ننعتها بكل الأوصاف اللي هي ما تحترمتش. والي جهة مفروض خصو يجتمع، خصو يتفاوض، خصو يتلاقى مع المهنيين ويشوف المشاكل ديالهم، الانشغالات ديالهم. هادشي ما كاينش، كاينين لا قرارات كتنزل، المهني كيجي باش يقضي مصالح ديالو، يشوف اشنو خاصو، ما كيلقاش مع من يتحاور، كيلقى الا الجواب هذه تعليمات. بغينا نعرفوا هاد التعليمات، الا كانت تعليمات اننا باش نتحرموا من الحقوق ديالنا فكنقولوا لا، غنبقاو مستمرين في الاحتقان. الحقوق الا ما كانش تفاوض في واحد العدد ديال القرارات اللي كتعلق بواحد المرفق عمومي مهم اللي كيقدم خدمات اولا للمواطنين، ثانيا كيحل واحد الازمه ديال ازمه اجتماعيه والبطاله كذلك، لان واحد العدد ديال المعطلين اللي هما ذوي الاحتياجات ما خدامين في الطاكسي، نساء رجال. ان الطاكسي الحمد لله هو القطاع الوحيد في المغرب اللي ما مكلفش الدوله المغربيه ميزانيه ومهنيها من عدد من الامور. اليوم الحكومه ووزاره الداخليه جبت غير المشاكل على راسها. ايه التهميش، كيعيش تهميش، هذا اللي كيدي 40 درهم في النهار، كيدي 50 درهم، كاين اللي ما كيدي والو، كيقول راه غدا غادي يكون شنو تسميو هذا، وعنده وليدات. يعني شحال غنديروا له في الصالير ديالو في الشهر؟ ما وصلش ل 1000 درهم، باش يخلص الكرا، الزيت راك عرفتوا دابا فين واصل، المواد الاستهلاكيه فين واصله، الزيت الى مرض هو ولا الى مرض هو ما كيدوش، وليداته الى مرضوا كيقول لهم صبروا، المراه كذلك. يعني كاين مشاكل اجتماعيه الاخت، كاين مشاكل اجتماعيه. دابا القطاع باش ما يقولوش بان كاين مشكر، هذا مصطلح ما عندناش، مشكر صنعته الاداره، هي اللي عطاته العقود، هي اللي وفرت له، هي اللي عطاته يستغل، عطاته باش يستثمر، وما يكونش على حساب على حسابنا احنا. لا، الاداره اللي بغات تنتهي من مشكره عندها الاليات والوسائل، عباش يدخلونا احنا في هذا الامر؟ لا، هذه مساله. مساله ثانيه، ان القطاع دخلت لي واحد المصيبه اخرى باش يحاربوا، هو النقل السري بالتليفون، تطبيقات هذا النقل السري اللي ما بغاوش يدخلوا كذلك باش يحاربوه. غنحاربوا احنا؟ نديروا الفوضى في الميدان؟ ما يمكنش. المواطن فعلا بانت له هذه الخدمه مزيانه ولكن هي مخالفه قانونا، ممكن طاكسي يديرها ولكن تعطى حقوق ديالو، ياخذ رخصه، هذا السائق ياخذ رخصه، يخلص واحد الواجب ضريبي سنوي مزيان، ما غيبقاش يأدي واحد الشهر ويبقى متوقف واحد المده زمنيه مع واحد السيد او واحد الشخص مواطن بحاله بحاله او مواطنه بحال بحال احنا في هذه البلاد. يعني ما خصهاش تكون عندنا فوارق اجتماعيه، هذا نعطيه كريمه وهذا ما نعطيهوش، لا، الكريمه راه من حق هذا اللي خدام، ما هذاك شنو واش ديروا ليه؟ ديروا ليه صندوق او ديروا ليه هذا، واحد لاباس عليه وعنده كريمه، واحد كيعيش في المهجر وعنده كريمه، واحد وزير او برلماني وعنده ما يمكنش، او عائلاتهم. يعني بعض الامور اللي احق بالكريمه. اليوم جينا المفترق الطرق، جينا المفترق الطرق. الحكومة إذا كانت فعلا اليوم كنشوفوا البرامج ديالها تتناقش ما هو اجتماعي وفين وصلت التغطية الاجتماعية، رئيس الحكومة تيتكلم في هذا الشأن وجلسات شفناها مؤخرا خلال هذا الأسبوع، كنقولوا له السيد رئيس الحكومة أولا دير حرر القطاع، حرر المواطنين والمواطنات من هذا الجريم، إذا كانت عندك الجرأة حررهم.